الرئيس السيسي أعلن انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب الجارية بغزة ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. سلام الله عليكم. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، بدايتها مع شاهندة عبد الرحيم. أهلا بك شاهندة. أهلا بك يا رماحي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. عناوين هذه النشرة إلى التفاصيل، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كان الرئيس السيسي قد شهد فعاليات افتتاح البطولة وانطلاق أولى منافساته. وتقام البطولة في نسختها الأولى وتنظمها القوات المسلحة برعاية الرئيس السيسي، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى 42 على تحرير سيناء. ويشارك في البطولة 11 دولة عربية، من بينها السعودية والإمارات والكويت وقطر والجزائر وتونس والأردن وليبيا. أكد الرئيس السيسي أن العاصمة الإدارية كانت حلما منذ سنوات وأصبحت اليوم واقعة. وخلال كلمته للإعلان عن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية، وجه الرئيس السيسي الشكر لكل القائمين على تأسيس هذا الصرح بكل ما يشمله من منشآت هامة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا من هنا، من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة. ضيوفنا أعزاء في وطنكم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق. واسمحوا لي ان انا قبل ما ابدا ويعني اطلق الافتتاح ان اقول لكم ان احنا من سنوات قليله مضت كان المكان اللي موجود اللي احنا موجودين فيه ده كانت ارض فاضيه خالص، وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضيه تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها، وكان حلم. والحمد لله رب العالمين، خلال يمكن 5 سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعة الاتحادات المختلفة. احنا بنتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة، لا، احنا بنتكلم كل المسابقات، كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوى الدولي. مش عايز اطيل عليكم، بهني مصر وبهني شعبها وبهني انفسنا، وكمان بهني اشقائنا العرب على ان احنا يعني يبقى لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا. يعني برحب بكل الوفود العربية مرة تانية، بشكركم على حضوركم واتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معنا، ونتمنى ان انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطولة، ولكن ايضا يكون من ضمن التنظيم فرصة ان احنا نعطي اشقائنا فرصة لان هم يشوفوا جزء من اللي احنا على الأقل في العاصمة وبعض المقاصد الأخرى. مرة تانية برحب بكم وبشكر كل اللي ساهم في إخراج المنشآت ديت والمدينة ديت وغيره وغيره في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده، منشآت ضخمة في كل مكان. فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح، وأنا بتكلم على الشركات المصرية وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ف على بركة الله، واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، واتمنى لكم جميعا التوفيق.
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف الجواد العربي المصري المصغر، وذلك على هامش فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح حول المتحف الذي يضم أقساما، الأول هو الفروسية في عصر محمد علي باشا ودورهم في تنسيب الخيول والوصول إلى أصل أنسال الخيول. كما شهد الرئيس السيسي مجموعة من اللوحات الفنية لفنانين فرنسيين لتوثيق فترة الخيل في عصر محمد علي باشا، بالإضافة إلى عدد من المراجع والتي تتحدث عن الشخصيات البارزة التي كانت موجودة في عهد أسرة محمد علي باشا، وأهمهم عباس حلمي الأول وابنه إلهامي. أما القسم الثاني من المتحف فيتحدث عن تاريخ الخيل العربي المصري ودخولهم إلى مصر في عصر الدولة الوسطى. مزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف أيوب. أرحب بك أستاذ يوسف. أهلا بكم ومشاهدك الكرام. أهلا بك. كيف تابعت انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر؟ يعني بالتأكيد هي لحظة فارقة في تاريخ العاصمة الإدارية الجديدة، لأن النهاردة بتكلم على تدشين رسمي للعاصمة الإدارية أو استكمال للتدشين الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، اللي بنعتبر النهاردة اللي بيتكلم عليها الأستاذ الرئيس إن هي مسألة هدية من الشعب المصري للعالم العربي، هدية متكاملة، مدينة أو مدينة متكاملة في منشآت رياضية تم تجهيزها وتم إنشائها وفقا لكافة المقاييس أو الاشتراطات الاتحادات الرياضية. وشفنا يعني من شهر تقريبا البطولة أو بطولة كأس مصر، كأس عاصمة مصر لكرة القدم اللي كانت استضيفت من شهر تقريبا من شهر أربع منتخبات. وبالتالي النهارده هنتكلم على الحدث اليوم، حدث الرياضي هو حدث مهم في حد ذاته، لكن أيضا باعتبار تدشين لمنشأة أو مسابقات رياضية عربية وإقليمية وعالمية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي أكدت للعالم اليوم أنها قادرة على استضافة أحداث عالمية وأحداث رياضية إقليمية وعالمية. كيف تابعت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد بنفسه في هذا الحفل؟ بالتاكيد يعني ده يعني الرئيس فتح السيسي دائما حريص على المشاركه في الاحداث الرياضيه العربيه والاحداث الدوليه التي تستضيفها مصر، ومشاركته النهارده او تواجده النهارده وسط الفرسان العرب دي رساله مهمه جدا على دعم القياده السياسيه للرياضه في مصر، دعم القياده السياسيه للرياضه العربيه للفروسيه للرياضه الفروسيه بشكل خاص. وده استمرارا للنهج اللي احنا يعني تابعناه مع الرئيس السيسي من 2014 حتى الان، ان الرياضه هي احد الاعمده الرئيسيه التي تقوم عليها الجمهوريه الجديده، وده كمان متواطن بالمنشات الرياضيه والاهتمام الذي تقوم به الدوله بالمنشات الرياضيه. النهارده يعني وجود كل هذا الحشد العربي في مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة هي رسالة مهمة جدا زي ما قلت للأشقاء العرب ولكافة الاتحادات الرياضية، سواء الاتحاد الفروسية، اتحاد كرة القدم، كرة اليد. يعني هناك كثير من الفعاليات التي استضافتها المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك أيضا
مجموعة أخرى من الأحداث الرياضية المهمة العالمية المقرر أن تعقد فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وهي ما حدث اليوم وما حدث في كأس عاصمة مصر لكرة القدم وكأس البطولة الودية. هي رسالة مهمة جدا أن العاصمة الإدارية الجديدة، الدولة المصرية بشكل عام والعاصمة الإدارية بشكل خاص، لديها كافة التجهيزات القادرة على استضافة كافة الأحداث الرياضية. نستطيع أن نقول أننا أمام مرحلة جديدة من الإنشاءات في مصر، يتبعها بالتالي مرحلة جديدة من تنظيم البطولات الكبرى؟ ده بالتأكيد. يعني حتى النهاردة عندما أشار الرئيس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يعني العاصمة كانت قبل 5 سنوات هي مجرد صحراء، اليوم بتحقق الحلم في 5 سنوات، وده عمره صغير جدا، وده دليل على حاجة يعني نقطتين مهمين: القوة، القرار والإرادة. هناك قرار في البداية، والقرار ارتبط بإرادة سياسية من جانب الرئيس السيسي بتحويل الحلم إلى واقع، وده اللي احنا موجودين اللي شفناه النهاردة. احنا 5 سنين كنا بنتكلم على المنطقة كلها منطقة صحراوية ما فيش لا حياة فيها ولا ما فيش خضر، كلها منطقة صفراء. اليوم بعد 5 سنوات هذه المنطقة تحولت إلى مدينة نابضة بالحياة، مدينة بتستضيف كل الأحداث مش بس رياضية. يعني حتى شفنا بعد في أكتوبر الماضي استضافت قمة القاهرة السلام، قمة دولية شهدت مشاركة عدد كبير من القادة والزعماء العرب والدوليين. ثاني احنا النهاردة بنتكلم على زي ما قلت لحضرتك القرار والإرادة، هما اللي استطاعوا أن يحققوا كافة أحلام المصريين ويحولوها إلى واقع فعلي موجود بنراه ونلمسه، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في الثورة العمرانية الممتدة في كافة أنحاء الجمهورية في المدن الجديدة، مدن الجيل الرابع، واللي العاصمة الإدارية هي أحد أو أيقونة المدن الجديدة أو أيقونة المدن الجيل الرابع في الدولة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف أيوب، كنت معي هاتفيا من القاهرة. هذا وقد شهدت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية استعدادات كبيرة لإقامتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية. عملوا حضارة، تاريخ كبير للإنسانية أساس. وادي النهاردة بشوق بيبصوا لينا فوق، شوفوا البلد إزاي عظيمة وكل يوم إنجاز. فاتحين بابنا لكل أحبابنا، أهلا بالفرسان، شرق وغرب أوروبي وعربي، ناس من كل مكان. مش مهم مين اللي ياخد البطولة دي، كله هنا بيتحدى وكله في الآخر كسبان. ده كفاية هنا لمتنا الحلوة، لا والأحلى كمان، إنها على أرض مصر جاية هتبتدي. من دين بلاد الدنيا
ادخل هنا بأمان، عيش مصر حالة وروح وناس معدنها ليك بيبان. الكل جاي مبسوط وكل شيء مظبوط، اهلا وسهلا بك في مصر، شرفت احلى مكان. فاتحين بابنا لكل احبابنا، اهلا بالفرسان، شرق وغرب اوروبي وعربي، ناس من كل مكان. مش مهم مين اللي ياخد البطوله دي، كله هنا بيك حتى وكله في الاخر كسبان. ده كفايه هنا لمتنا الحلوه، لا والاحلى كمان. كان نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة قد أنهى استعداداته لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية رئيس الجمهورية. العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر، تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، حجم إنجاز كبير بدا حلما قبل 9 سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة. هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة. تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة، هي على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية. داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تجري الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل. يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات لإيواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة. إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقام عليها. تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق، مستعدة دائما لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية. تعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة هي أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، وتم إنشاؤها وفقا لأعلى المواصفات العالمية لاستضافة أكبر البطولات والفعاليات الدولية.
نشرتنا متواصلة وبعد فاصل قصير. أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، وخلال اتصال تلقاه من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا حذر الرئيس السيسي من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية مما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع وكذا على السلم والأمن الإقليميين، ومؤكدا أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية. أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وقد توافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كل مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة. أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد المصدر أن كل الاتصالات التي تجريها مصر والغرض منها وقف الحرب في غزة والحيلولة دون امتدادها إقليميا. شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد جبالي على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما أكد على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية كافة حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والممتدة عبر آلاف السنين، كما أشاد بالدور المصري الرائد عربيا، مؤكدا على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هي العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي. أشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالتطورات الحالية في العلاقات الثنائية شديدة التميز بين القاهرة والمنامة، مؤكدا أن هذه العلاقات تحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق له، حيث أكد مدبولي دعم مصر الكامل لجهود استضافة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين والمقررة في شهر مايو 2024. كما أكد مدبولي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، مؤكدا أن الدولة بأجهزتها المختلفة تعمل من أجل تكثيف جهود الوساطة بهدف التوصل لحل للأزمة، مشيرا إلى أنه لولا هذه الجهود لازداد الوضع سوءا في قطاع غزة. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنها تم بناؤها في وقت قياسي. اطلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024-2030
وإنجازات لجان الطعن الضريبي. هذا وتهدف وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024-2030 إلى تحقيق إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال، فضلا عن تعريف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب واستقرار السياسات الضريبية وكذا الخطط المستقبلية للنظام الضريبي. كما تهدف الوثيقة إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي. ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري، وذلك بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. واستعرض دكتور مصطفى مدبولي الدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية من أجل سرعة التوصل إلى حل للأزمة في قطاع غزة. كما استعرض مدبولي أهم مجريات ونتائج زيارته الموسعة السبت الماضي إلى محافظتي بورسعيد ودمياط، وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة الأهم التي تستهدفها هذه الزيارة والجولات الميدانية المختلفة بالمحافظات في هذه الفترة هي إبراز نتائج دعم قطاع الصناعة الذي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الدولة عندما تهتم بهذا الملف وتعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات فإننا نجد مردودا إيجابيا يتمثل في مؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، ضاربا المثل بمشروع تصنيع إطارات السيارات الملاكي والذي بدأ إنتاجه، مشددا على أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع. هنأ عبد الصادق شرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء، معربا عن أسمى التهاني بحلول الذكرى 42 لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، مؤكدا أن هذه المناسبة التي تذكرنا جميعا بنصر أكتوبر العظيم الذي فتح الطريق أمام استرداد كامل التراب المصري بملحمة وطنية ستظل رمزا للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس السيسي نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة والتي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات وتطوير المناهج الدراسية وتعزيز البحث العلمي، فضلا عن توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري. وأضاف الوزير أن هذه الطفرة تجسدت من تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والتي شملت إنشاء جامعات جديدة من الجيل الرابع، وقد ساهمت هذه الجامعات في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء.
أكد وزير الإسكان عاصم الجزار العمل في 522 مشروعا بمختلف المجالات التنموية في سيناء ومدن القناة خلال 10 أعوام بتكلفة قاربت 47 مليار جنيه. تستهدف هذه المشروعات المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية وتعمير صحراء سيناء والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالي ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات وتسهيل الحركة. وضمن تطوير القدرات العسكرية لمصر، تم إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية والتي افتتحها الرئيس السيسي في يوليو 2017، حيث تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة لتحل خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993. المزيد نتابعه بتقنية الواقع المعزز مع زميل هشام عبد التواب. نتابع. على أسس راسخة ترتكز القدرة العسكرية المصرية، تأتي في مقدمتها العقيدة العسكرية التي يؤمن بها كل فرد بالقوات المسلحة، إما النصر وإما الشهادة، مع امتلاك منظومات تكنولوجية متقدمة في مجال التسليح والتدريب والتأمين تجعلها تحتفظ بأرقى مستويات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة كما ونوعا، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو عام 2017، حيث تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة لتحل خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993. وعملت القوات المسلحة على دعم القاعدة بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها، بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسؤوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي، والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها. تضم القاعدة 1155 مبنى ومنشأة، ويوجد بها 72 ميدانا متكاملا شمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة ومجمعا لميادين رماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، كذلك تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منطقة الإنزال البحري بمنطقة العميد. وتشتمل الإنشاءات إعادة تمركز فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية، كذلك إعادة تمركز وحدات أخرى من منطقة كينج ماريوت ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة. وامتد التطوير الإداري بقاعدة محمد نجيب ليشمل إنشاء المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة، منها استراحات مخصصة لكبار القادة وعمارات مخصصة للضباط وضباط الصف ومبنيان مجهزان للجنود بطاقة 1000 فرد. كما تم رفع كفاءة وتطوير مستشفى الحمام العسكري لتكون بطاقة 50 سريرا، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتم إنشاء معمل وعيادة طبية بيطرية. وامتدت الإنشاءات الحديثة داخل القاعدة لتشمل قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع لأكثر من 1600 فرد، ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية، كذلك إنشاء مسجد يسع لأكثر من 2000 مصلى. كما تم إنشاء قرية رياضية تضم صالة رياضية مغطاة وملعبا أولمبيا لكرة القدم وناديا للضباط وآخر لضباط الصف مجهزين بحمام سباحة وستة ملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي تؤكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث
لمنظوماتها القتالية والاهتمام ببناء الفرد المقاتل وتطوير أدائه وقدرته على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن. نجحت مصر في خلق واقع متميز وملموس في سيناء بعد دمجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة، إذ تعتبر شبه جزيرة سيناء محورا أساسيا ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة. المزيد نتابعه في العرض التالي مع كريم الخوري. مشاهدينا أهلا بحضراتكم. عملت الدولة المصرية على خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء، وذلك بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة، بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها. خلال السنوات الماضية شهدت أرض الفيروز قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، حيث زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023-2024 مقارنة ب 5.9 مليار جنيه عام 2013-2014، فضلا عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة، وأيضا 180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين. وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد تم عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقديم قروضا بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024، مولت 56.2 ألف مشروع، وفر نحو 97.5 ألف فرصة عمل. ولجذب المستثمرين أقامت الدولة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة أيضا، والتي منها إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة، وذلك بتكلفة 35 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كباري عائمة، وذلك للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه. وبالنسبة لمشروعات الموانئ البحرية والبرية، فقد تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية، كما تم إنشاء وتطوير 3 موانئ برية ومشروعات تتضمن السكك الحديدية، علاوة على ما تشمله مشروعات الطيران، حيث تم وجار حتى الآن تطوير 6 مطارات جديدة، بجانب إنشاء مطار البردويل على مساحة 320 ألف متر. وبالنسبة للتنمية العمرانية لأهالي سيناء ومدن القناة، فقد تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، والتي أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 22 ألف فدان، والتي يبلغ إجمالي مخطط عدد السكان بالمدن الجديدة أكثر من 5 ملايين نسمة. كما تم تنفيذ 48.2 ألف وحدة إسكان اجتماعي، كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتطوير العشوائيات. سيناء شهدت أيضا طفرة زراعية شاملة، حيث بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7% لتصل إلى 285 ألف فدان عام 2024 مقابل 103 آلاف فدان في يونيو 2014، بجانب أيضا إنشاء 18 تجمعا زراعيا بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، كما تم إطلاق 223 قافلة بيطرية بسيناء وبمدن القناة. كما وفرت الدولة منظومة صحية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، ومن أبرزها مشروعات قطاع الصحة وإنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزا ووحدة صحية،
وبالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل فقد تم إطلاقها بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وبلغت تكلفة تطبيقها بالمحافظات الأربع 24.2 مليار جنيه. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا للطفرة غير المسبوقة والمشروعات التنموية والتعمير العملاقة التي تم تنفيذها على أرض سيناء ومدن القناة خلال العشر سنوات الأخيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. وأفاد مراسلنا بإدخال 165 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ قرم أبو سالم الأربعاء 24 من أبريل، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري. كما استقبل منفذ رفح 18 مصابا فلسطينيا و30 مرافقا. أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة وممارسة التهجير القسري ضدهم وتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع. جاء ذلك خلال قرار صدر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا. وحذر المجلس من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسة جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه. قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك إن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال لم تلتزم بالقرارات الدولية بوقف الإبادة الجماعية ودمرت المنظومة الصحية بالكامل وحولتها لمقابر جماعية للشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه طلب مندوب فلسطين بالجامعة العربية بمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، كما طلب الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المنحازة لصالح إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة لقوات الاحتلال.
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المصاحب له بمقر الأمانة العامة، حيث يشارك الوفد في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. تناول اللقاء الأوضاع العربية الراهنة قبيل انعقاد القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين منتصف شهر مايو المقبل. وأكد أبو الغيط أن القمة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تعقد فيه، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة. كما أكد أبو الغيط أن القمة تعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة. أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,262 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 77,229 مصابا. هذا وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 79 فلسطينية وإصابة 86 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المهمة الإنسانية لم تصل إلى شمال غزة بعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي نقاط التفتيش على طريقين بسبب تحركات قواته. وقال المكتب إن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال شهر إبريل قد قوبلت بالرفض أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الوصول الإنسانية الآمنة بدون عوائق إلى شمال غزة ما زال أمرا صعبا للغاية. لم يبقى في هذه النشرة سوى التذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يعلن انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب الجارية بغزة ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلي محمد الرماحي وهذه تحياتي أنا شاهند عبد الرحيم. دمتم في أمان الله.